السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير مشاهدينا الفاضلين. شاء الله تعالى أن يمن على عباده بعد موسم عبادة بعيد يكون لهم فيه بهجة وسرور، ويكافؤون في دنياهم قبل آخرتهم على طاعتهم وعبادتهم. وإذا ما كان العيد شعيرة عند كل الأديان والشرائع السماوية منها والوضعية، فإن الإسلام حمل للبشرية تصورا للعيد متميزا عن تلك الشرائع والأديان، له غايات ومقاصد استقل بها وربط فيه بين منافع الدنيا وحسنات الآخرة. أهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد، تطرق موضوع العيد بين معانيه ومقاصده. موضوع حلقتنا هذه نضعه بين يدي الدكتور نبيل الفولي، أستاذ العقيدة والفلسفة. أهلا ومرحبا بكم دكتور نبيل. أهلا بكم وسهلا ومرحبا. دكتور، الأعياد أو العيد كفكرة هو موجود عند كل الأمم وفي كل الأديان والشرائع، سواء كانت سماوية أم وضعية، لكن في هذا السياق يعني نريد أن نعرف في الإسلام من حيث الجوهر والعمق ماذا يعني العيد، ما الفلسفة التي تنطوي عليها هذه الشعيرة في الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن الناس في جملتهم لهم أعيادهم، كل الأمم لها أعيادها ولها مناسباتها ولها احتفالاتها التي ترتبط أحيانا بأديانها، ترتبط بثقافتها العامة، ترتبط بعاداتها بتقاليدها القومية. كل الأمم عندها هذه المسألة، وعندنا في هذا الدين أيضا عيدان اثنان يعترف بهما الإسلام ويعد الاحتفال بهذين العيدين عبادة وسعادة في وقت واحد. المعنى الذي يمكن أن نفهم عليه يعني هذين العيدين أو العيدة بشكل عام هو من خلال ملاحظتنا لأمر واضح جدا، وهو أن العيدين يأتيان بعد عبادتين كبيرتين، بعد شعيرتين من شعائر الإسلام الكبرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي يعرفه الناس: بني الإسلام على خمس، منهما صيام رمضان وحج البيت، والعيدان يأتي واحد بعد الصيام رمضان وهو عيد الفطر الذي نعيشه، والثاني يأتي بعد الحج. فارتباط هاتين أو ارتباط العيدين بهاتين الشعيرتين الكبريين يفتح لنا مجالا لفهم فلسفة الإسلام أو معنى العيد في الإسلام بشكل واضح، وذلك أن المسلم لا ينبغي أن ينظر إلى عبادة الله عز وجل على أنها فقط تكون بما يتعب وبما يرهق وبما فيه جهد وبما فيه بذل وبما فيه مال وبما فيه جوع وبما فيه مشقة عموما، ولكن طاعة الله عز وجل حيث شرعت هي عبادة. طاعة الله في المسرة كطاعته في المشقة، طاعة الله في أن تصوم وتجوع كطاعته في أن تفرح وتسعد. إننا نعرف جيدا أن صيام يوم العيد حرام، يحرم على المسلم أن يصوم يوم العيد من أي باب ولا أي زاوية، لا يجوز له نذره ولا يجوز له من أي باب، لا يجوز له أن يصوم يوم العيد. فانظر، يوم العيد حرام صومه واليوم الذي قبله فرض صومه، ليعلم المسلم أنه يجب أن يبحث عن مواضع طاعة الله عز وجل فيعملها ويلتزم بطاعته فيما يسر وفيما يريح، وكذلك يلتزم طاعته فيما يشق وفيما يصعب، حتى يعلم المسلم أن غرضه وهدفه هو إرضاء مولاه جل وعلا في أن يصوم، وإرضاء الله جل وعلا في أن يحتفل بهذا العيد. العيد ليس فرحة مجردة في أن نلبس جديدا أو أن نزور قريبا أو ما شابه ذلك، إننا نضيف إلى ذلك الصلاة، ومعنى ذلك أن العيد عبادة وليس مجرد احتفال شعبي أو احتفال قومي أو احتفال عام، إنما هو عبادة يقوم بها المسلم، فيركع لله ركعتين بدون أذان ولا إقامة، يلتزم بهذا لأن هذه هي الشريعة، ويلتزم بوقتها ويلتزم بمكانها في أن يصلى في ساحة عامة في ظاهر البلد إن استطاع الناس ذلك. يعني الالتزام بهذه الصورة وهذا الشكل إنما يعني أن المسلم
يحتفل بهذه بهاتين الشعيرتين الكبيرتين بالصورة التي ترضي الله عز وجل وبالصورة الملائمة، فيتقصد أو يبحث عن مواضع مرضات الله فيلتزم بها بهذه الطريقة. ثم إننا يعني نلمح في العيد شيئا آخر، وهو المأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يعلم يهود أن في ديننا فسحة. يعني لا ينبغي أن يظن الناس أن التدين تزمت وتشدد وانغلاق وملل في الطاعة والعبادة، أبدا. إنما التدين حيوية وقوة وصحو. عمر رضي الله عنه رأى رجلا يمشي متماوتا، يعني كأنه هكذا يعني لا يمشي مشية طبيعية، فضربه وقال: لا تمت علينا ديننا. بهذا يعلم الناس أن الإسلام دين طبيعي. الإسلام ما جاء ليصادر طبيعة الإنسان، الإسلام دين الله وطبيعة الإنسان من خلق الله. فجاء هذا الدين ليناسب الإنسان ليسعده في الدنيا والآخرة. لا، يعني الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله عز وجل ما نزل هذا الدين على لخلقه لكي يشقوا به، بالعكس، لكي يسعدوا. وهو حين يحل لهم شيئا أو يمنع عنهم شيئا، إنما الهدف من ذلك أن يسعدوا وأن يفرحوا في دينهم ودنياهم. ما جاء الإسلام لكي يفقدنا الدنيا ويربحنا الآخرة، إنما جاء ليكسب صاحبه الدنيا والآخرة، ولكن ذلك وفق التزام منهج الله عز وجل، وفق التزام الطريق الذي شرعه الله تبارك وتعالى. إضافة إلى ذلك، فإن للعيد معنى الالتقاء، معنى الطاعة الجماعية، معنى النبي عليه الصلاة والسلام حينما يعني أمر بإخراج النساء إلى العيد، حتى العواتق الشابات الصغيرات والحيض أي النساء الكبيرات، حين أمر بذلك قال عليه الصلاة والسلام: حتى يشهدن الخير وجماعة المسلمين أو ودعوة المسلمين، حتى يشهدن الخير ودعوة المسلمين. ففي التقاء الناس في العيد وهذا التجمع الذي يتلاقى فيه الخلق هو يعني معنى لإحساس المسلم بأخيه وشعوره بالناس من حوله وشعوره بأنه ليس منفردا في هذا الوجود، بل هو إنسان بين الناس، مخلوق بين الخلق، يسعى بينهم بالخير ويحرص على أن يكون سببا في الخير للعباد وللناس من حوله بكل طريق يستطيعه. هل جعل العيد للمسلمين جميعا دكتور نبيل، أم خص الله به سبحانه وتعالى الطائعين القائمين بالعبادات الموصى بها المأمورين بها؟ الحقيقة أن العيد مناسبة لكل مسلم، حتى يعني نحن نقول للمسلم الذي عصى الله وقصر في رمضان: العيد عيدك أيضا، وهو مناسبة للتصالح مع الله عز وجل. العيد عيد كل مسلم. لو نظرنا إلى عيد الأضحى مثلا، هل هو عيد الحجيج فقط؟ ليس عيد الحجيج فقط. لو نظرنا إلى عيد الفطر، هل هو عيد من صام فقط دون من كان معذورا؟ مثلا واحد لم يستطع أن يصوم، واحد كبير في السن، أو امرأة مرضع تخاف على وليدها ونفسها، أو امرأة يعني عندها عذر يمنعها من الصيام، هل ليس لها عيد تحتفل به؟ لكن ماذا عن العصاة القادرين على أداء العبادة ومع ذلك يمتنعون عنها؟ هؤلاء يعني يهديهم الله ويرشدهم إلى طريقه. نقول لهم: عيدكم، ولكن عيدكم تتصالحون فيه مع الله عز وجل. لا ينبغي. يعني ميزة الصيام هو استدعاؤه للنخوة أكثر من الصلاة. الصلاة ربما تبدو مكرورة، طبعا الصلاة أهم بلا شك، لكن بعض العبادات تحتاج إلى قوة وجهد، مثل الصيام. جهد الصيام أكبر من جهد الصلاة، لذلك تجد أن الحريصين على الصيام كل سنة أكثر من الحريصين على الصلاة كل يوم. بمعنى أن الرجل يعني يعيب أن يجد الأطفال من حوله والشبان صائمين وهو مفطر، كثير من الناس هكذا فيصوم. فنقول لمن عصى الله عز وجل بترك الصيام: إن يوم العيد يوم مصالحة مع الله، ليس يوما للاستمرار في هذا الطريق المناقض لطريق الله عز وجل. فليكن العيد، الله عز وجل أراد لك أن تسعد، أراد أن يذيقك حلاوة السعادة في هذا اليوم، فتلاشى خطأك وتلاشى هذا التقصير الذي سبق منك، واعلم أنك جزء من هذه الأمة وجزء من هذا الجمع الكبير الذي صام. فيعني نحن نعلم أن المسلم العاصي لا يخرج عن دين الله عز وجل بمعصيته، بمجرد المعصية العملية، ليس بإنكار الفريضة. طبعا إذا أنكر الفريضة هذا شيء آخر،
أما المسلم الذي يترك الصيام يعني لأنه لم يتعود عليه وهو صغير، أو لأنه يستصعبه، أو لأنه كسلان، فهذا عاصي. نقول له أنت من هذه الأمة، ولكن عليك أن تستأنف طريقا ترجع فيه إلى الله عز وجل. والعيد يوم مناسب لأنك تعلم من خلاله أن الله عز وجل يريد أن يسعدك ولا يريد أن يشقيك، حينما حملك مسؤولية الصيام. وهي ليست سهلة، الصيام ليس عملا سهلا على أي حال، يعني حملك هذه المسؤولية لأنك قادر على تحملها أولا، ثم أسعدك يوم العيد وما بعد العيد بالإفطار كل يوم، لتعلم أن الله لم يرد أن يشقيك. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ليشقى، وما أنزل القرآن على هذه الأمة وللبشرية كلها لتشقى، إنما لتسعد وتهنأ بالقرب من الله عز نعم. وجل سبحانه وتعالى. طيب، يعني على طريق ترسيخ الإدراك والوعي بحقيقة هذه الشعيرة دكتور، هل من لوازم العيد أن يشعر المسلم بأنه يعني مبتهج وفرح ومسرور بسبب تحرره من الالتزام بالعبادات التي أتاها، وهي الامتناع عن المباحات لله سبحانه وتعالى؟ هل من لوازم الشعور بالعيد هذا، أم أن ثمة شعورا محددا ينبغي للمسلم أن يدركه وأن يعيه وأن يحمله بين أضلاعه وهو يعيش شعيرة العيد؟ الأساس في العيد هو أن المسلم يحتفل بنجاحه، هو نجح في عبور هذه المهمة، أن يصوم 30 أو 29 يوما كاملة يمتنع فيها عن الحلال الذي شرع الله تناوله من الطعام والشراب وغير ذلك، يعني يحتفل بأنه نجح. للمسلم فرحتان، ففرحتان يفرحهما، يعني إذا انتهى من الصيام إحدى فرحتيه هو أنه أتم هذه الفريضة التي فرضها الله عليه. فهذا باب من أبواب الاحتفال، يعني يفرح بأنه أكمل الواجب الذي كلفه الله عز وجل به. فمدخل العيد ليس مدخل أنه تحرر من ثقل كان عليه، لا بالعكس، إنما يحتفل بنجاحه. أنت أيها المسلم اليوم في يوم عيد الفطر أنت تحتفل بنجاحك الكبير، لأنك أولا امتنعت عن الطعام والشراب طوال هذه الفترة، ثانيا أنك حفظت لسانك من أن يخوض في أعراض الناس وفيما لا ينبغي من الأمور، وفي أنك صمت بصرك ونظرك، ما ضيعت وقتك أمام البرامج التافهة ولا أمام الأفلام التي لا تنفع ولا تفيد، إنما نظمت وقتك وأنفقته في طلب الحلال، في طلب رزق الحلال أحيانا، في قراءة كتاب الله أحيانا، في صلة رحم أحيانا، في إطعام فقير أحيانا. فطوال 30 يوما تدربت على أعمال صالحة مكثفة، يعني مجمعة في شهر واحد، أعمال يعني لا نقول لو وزعنا السنن التي نصليها على السنة كلها لكان ما نؤديه في شهر رمضان أكثر من نصفها على الأقل. لو كنا نصلي كل يوم 12 ركعة سنة، السنن الراتبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو جمعناها كلها طوال السنة وقارناها بالتراويح ومحافظتنا على السنن الرواتب نفسها، لوجدنا أن رمضان له نصيب الأسد من هذه الأعمال. إضافة إلى الصيام، لو كان المسلم يصوم كل يوم كل شهر 3 أيام، فسيصوم في السنة كلها في 11 شهرا 33 يوما، وهذا رمضان وحده 30 يوما. فإذا هذا الشهر ثقيل في وزنه، فالمسلم يشعر بأنه أنجز مهمة كبيرة، فكأنه يشكر الله عز وجل ويأكل من نعمته في هذا اليوم، ملتزما بما شرعه الله عز وجل من وجوب الإفطار في هذا اليوم. فهو احتفال، ليس العيد تحررا من رق او ما شابه ذلك، ليس عوده الى البرنامج الروتيني للحياه في حقيقته، وانما هو احتفال بهذه بالنجاح في هذه المهمه الكبيره، وهي مهمه الزام النفس بطاعه الله، والنفس هي اول خطوه للصلاح، اصلاح النفس. الاسلام يقف طويلا عند اصلاح النفس، اصلاحها بالصلاه، واصلاحها بالصيام، واصلاحها بالزكاه، واصلاحها بالحج. فالصلاة تعلمنا دوام التواصل، والصيام يعلمنا التضحية والصبر على المشقة، والزكاة تعلمنا الشح، والحج يعلمنا بذل الجهد، وهكذا. فالنفس تتربى على هذه المبادئ وعلى هذه المعاني، فهي المحطة الأولى التي لو ضبطت كل شيء بعدها. لو ضبطنا محطة النفس
واستقامت هذه النفس وتنظفت وتطهرت لهذه العبادات العظيمة والمدارس التربوية الجليلة المسماة بالشعائر الإسلامية، لاستقام حال الناس بسوء يسر وسهولة، لأن النفس هي المحك الأول للنجاح في حياة الناس. تحدثت عن الجانب الشعوري دكتور نبيل، ولا شك أن العيد هو في نهاية المطاف شعيرة دينية ومكافأة ربانية للطائعين. وفي ظل حديثك عن المشاعر، ربما يعني هذه البهجة التي يشعر بها المسلم، كيف يمكن الموازنة بين هذه البهجة بحيث لا تتحول إلى مناسبة دنيوية معزولة عن معانيها الشرعية؟ كيف يمكن الموازنة بين البهجة الدنيوية التي يعيشها المسلم في هذا العيد وبين معانيها الأخروية أو الشرعية؟ نعم، أنا أدعو الإخوة المشاهدين إلى أن يقرأوا يعني كتب الشمائل، وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يضاحك أصحابه ويضاحكونه، ويقرأ أيضا الكتب التي كتبت عن الصحابة مثل حياة الصحابة مثلا، وكيف كان الصحابة يتضاحكون ويعني يتبادلون المواقف اللطيفة بعضهم مع بعض، وكيف كان نعيمان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يعلموا أن هذا الدين ليس دين تكدير ولا دين حزن دائم ولا دين يعني عبوس وتقطيب للوجه، ليس هكذا، إنما فيه هذا العنصر، عنصر البهجة وعنصر الفرحة وعنصر لطائف المواقف ولطائف الجمل والكلمات. لكن كل ذلك كان يعني وفق ميزان دقيق، ميزان لا يحول الحياة إلى سفه ولهو وحماقات. هذا عنصر في الحياة، عنصر البهجة والفرحة وإدخال البهجة على النفس وعلى الناس، عنصر موجود في حياة رسولنا وحياة أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، فلا يمكن حذفه من حياة الإنسان، ولا يمكن حذفه كذلك من الإسلام، بل هو عنصر أصيل فيه كما أنه عنصر أصيل في الإنسان. لكن ذلك ينبغي أن يكون وفق الميزان الشرعي. بعض الناس إما أن يحول الدين إلى يعني عمل جاد لا بهجة فيه، يظنه هكذا، وقوم آخرون يحولون الحياة كلها إلى لهو ولعب ونكات ويعني طرف، فلا هؤلاء ولا هؤلاء نجحوا في التوسط والوصول إلى صورة متوازنة. فالعيد يعني يوم من أيام البهجة. النبي عليه الصلاة والسلام وصف العيد بأنه يوم أكل وشرب، وهناك رواية عند الطحاوي يوم أكل وشرب وبعال، وهي رواية بسند حسن، أكل يوم أكل وشرب وبعال، يعني يوم فيه توسيع على النفس. لكن نلاحظ أن هذا التوسيع ليس توسيعا لمعصية الله، كيف تعصي الله الذي أسعدك وشرع لك السعادة وغرس فيك الميل إلى السعادة؟ سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يعظ الناس ويخطبهم من وقت إلى آخر، فكانوا يحبون موعظته، فجاءوا إليه مرة وقالوا: لماذا لا تكثر لنا من هذه المواعظ، يعني تزيد في هذه الدروس يعني؟ فقال رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السائم علينا، يعني يختار بعض الأوقات ليعظنا حتى لا يكثر علينا، لأنه لو أكثر علينا لأدى ذلك إلى الملل والسأم. فلذلك النفس تحتاج إلى الجد أحيانا وإلى اللهو أحيانا، حتى يعتدل المزاج وتقبل النفس. الله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، وقال: إن الله لا يمل حتى تملوا، لا يمل الله حتى تملوا. فمعناه أن شيئا من اللهو، شيئا من اللهو يساعد على كثير من الجد. أن شيء بعض الصحابة قال: إنا لنس لا أدري، بعض الصحابة وربما بعض التابعين كان يقول: إني لأستعين على الحق بشيء من الباطل. يقصد بكلمة الباطل هنا يعني شيء من اللعب واللهو، لا يقصد الحرام طبعا. إني لأستعين على الحق بشيء من الباطل، لأن النفس تحتاج إلى هذا. النفس الإنسانية، هذا الصنع الإلهي، إذا كانت خلقة الإنسان الظاهرة آية عجيبة، فإن خلقة النفس آية أعجب، تسعد وتفرح وتحزن وتتضايق لأمور يعني أحيانا تكون صغيرة جدا، وتصبر أحيانا على أمور كبيرة جدا. فهذه النفس التي خلقها الله جل وعلا سبحانه وتعالى وأبدع خلقها تسعد وتفرح، فلا بد من إعطائها
شيئا من اللعب، وشيئا مما سماه هذا السلف، يعني احد السلف سماه بشيء من الباطل، شيء من اللهو الحلال، يعني لا بد من اعطائه شيئا من هذا. والجد ايضا لا بد منه لاقامه الحياه واستمرارها بشكل طبيعي. نعم، يأتي العيد وفي هذه الأوقات ونحن في ظروف خاصة دكتور، والأمراض والأوبئة والحروب والتشرد المنتشر في صفوف الأمة الإسلامية. نريد أن نبحث هذا معك، لكن ليس قبل أن نذهب إلى هذه الوقفة القصيرة، ولنا بعدها عودة معكم لمواصلة الحديث. أسعدكم الله، وهذه عودة لمواصلة الحديث في العيد ومعانيه. دكتور نبيل الفولي، استناداً إلى معاني العيد التي تحدثت عنها قبل الفاصل وجوهره في الإسلام، ما الملاحظات التي يمكن أن تسجلها كمثقف إسلامي وكأستاذ جامعي لحال المسلمين مع العيد في وقتنا الراهن مقارنة مع المسلمين في العهود السابقة؟ بالنسبة لطريقة احتفالهم يعني. نعم. نعم. طبعا يعني كثير من أعمال الإنسان إذا طال عليها الأمد، حتى لو كانت عبادة خالصة، تتحول إلى ما يشبه العادة. يعني وهذه إشكالية طبعا في ممارسة التدين عموما، أن الإنسان إذا مر زمن طويل على ممارسته لعمل واحد ولد فوجده حوله ومارسه مع الناس من حوله، يتحول غالبا الى كانه عاده. ولذلك الاسلام يحاول ان يحرك هذه المساله داخل القلوب، بان يعني ينوع اشكال العباده، وتختلف هذه عباده ماليه، وهذه عباده بدنيه، وهذه عباده تحتاج الى سفر، وهذه عباده تحتاج الى يعني صبر وكذا، فنوعها حتى يتغلب او حتى يتغلب المسلم على يعني ان تغلب العاده عبادته. أمر الاحتفال، العادة فيه أبرز، يعني العيد فيه الصلاة، نعم هي عبادة مثل الصلوات الأخرى، لكن بقية الأعمال التي تتم في يوم العيد من الاحتفال بالأطعمة والأشربة والزيارات وهكذا، هذه يعني من الممكن أو من السهولة أو بالفعل تحولت إلى عادات. فصرنا حتى بعض الناس أدخلوا وحشروا أشياء عجيبة في وسط أعمال العيد. مثلا في بعض البلدان الإسلامية كثير من الناس اعتادوا أن يزوروا المقابر يوم العيد، يعني جعل الإسلام شرع الإسلام البهجة يوم العيد، وهؤلاء يتذكرون موتاهم يوم العيد، يذهبون ومعهم الأطعمة وكذا، يوزعون على الفقراء ويزورون موتاهم ويبقون عندهم. الإسلام ما شرع هذا. فتدخلت كثير من العادات، و غلب أو ضعف المعنى اللطيف للعيد في حياة المسلمين. أيها المسلم، انظر إلى العيد باعتباره احتفالا بالنجاح، انظر إلى ابنك الذي أخذ الماجستير أو البكالوريوس أو نجح في الثانوية، أي فرحة تكون في قلبك وفي قلب ابنك وفي قلب أهل بيتك؟ فرحة عارمة. كذلك العيد، يوم عيد الفطر، يوم احتفال بنجاحنا جميعا في أداء هذه المهمة. احتفال هو عبادة، فرحتنا هنا عبادة وطاعة لله عز وجل. فينبغي أن نعدل الصورة وأن نصوبها، لا نلغي فيها الفرحة، ولكن فقط نغير اتجاه القلوب ونحذف الأعمال الزائدة التي تناقض حقيقة العيد. يعني هذه الصورة التي أراها الآن في العيد، والتي رأيناها في بلادنا ونشأنا عليها في أوطاننا. نعم، كما لا يخفى على شريف علمكم دكتور نبيل، يعني اليوم تعيش الأمة المسلمة ظروفا استثنائية لم تشهدها من قبل، يعني لا يكاد
يخلو بيت مسلم من مصيبة موت أحد أبنائه أو اعتقال آخر ظلما، وما يلاقيه داخل السجون من التغييب والتعذيب وربما القتل والموت جوعا، زد على ذلك التهجير واللجوء، زد على ذلك الخوف وفقدان نعمة الأمن أو الفقر، يعني هذه كلها هل تستلزم من المسلمين تغييرا في نمط وطبيعة تعاملهم مع العيد؟ بطبيعة الحال لا ينبغي أن ننسى هؤلاء، يعني نحن أمة واحدة مهما يعني فرقت بيننا السياسة، ويعني ومهما صنعوا الحدود بين أقطارنا، فهذه أمة واحدة من مشرق الأرض إلى مغربها، بل إن كل مدينة في العالم فيها مسلم أو مجموعة مسلمة، هؤلاء ينبغي أن نشعر بالأخوة التي بيننا وبينهم، تجمع بيننا أخوة العقيدة في كل هذا الكوكب الذي يسكن فيه الإنسان. ولذلك ينبغي أن نشعر أن نسر بسرور هؤلاء، وأن يعني نحزن لحزنهم. ينبغي أن تكون قلوبنا حاضرة، ينبغي أن نكون على علم بما يجري لهم أصلا. هناك مسلمون ذابوا في أماكن لا ندري عنهم شيئا، في أمريكا الجنوبية هناك عائلات مسلمة كثيرة هاجرت إلى أمريكا الجنوبية، ذابت ونسيت ونسيها المسلمون. هناك يعني شعوب هجرت وكذا، مصائب كبيرة، لا أقول فقط في مشرق ومغرب العالم الإسلامي، بل أحيانا في قلبه كما في العراق وسوريا وكذا وكذا، مصائب كبيرة أحاطت بالمسلمين. المسلم الذي يجلس في بيته آمنا سالما لا ينبغي أن ينسى إخوانه هؤلاء. لكن كيف يترجم هذا في العيد؟ أولا يعني ينبغي على القادر أن يعني بقدر استطاعته ألا يسرف في مناسباته، أن يبذل من ماله لهؤلاء المحتاجين. وهناك كثير من المؤسسات التي تقوم على مساعدتهم وتحتاج إلى إمدادهم بمال أو بما يستطيع المسلم من مساعدات. ينبغي أن نتجنب الإسراف في هذه المناسبة في أعيادنا. يعني أسرف في بيتي وهناك رجل يسكن في خيمة مثقوبة مملوءة بالماء، أسرف في شراء الأغطية وهناك من لا يجد غطاء يدفئه من البرد، أكثر من الثياب لولدي وأهل بيتي، وهناك أسر كثيرة مهجرة يعني في المراكب وفي الساحات المفتوحة وفي المخيمات، لا يجدون لأولادهم ثوبا غير الثوب الذي يلبسونه. يعني الإسراف هنا يعني يدل على قسوة قلب، والمسلم الحقيقي نابض القلب حي القلب، لا أقول يشعر فقط بأخيه المسلم، بل يشعر بأخيه الإنسان، وأولى الناس بأن نشعر بهم هم إخواننا في العقيدة. المسلم فيه رفق ورحمة، لا يرفق فقط بالمسلم، ولكن يرفق بالمسلم وغير المسلم وبالكافر حتى بالحيوان يرفق به، لأنه إنسان مرتبط برب هذا الوجود، ويعلم أن الله خالق كل هؤلاء. فمن استطاع أن يعين إخوانه وأن يعين الضعفاء، نحن نعرف هذا الحديث، حديث الرجل الذي كان عطشان يعني فوجد ماء فشرب، ثم وجد كلبا يعني يلهث يكاد يعني يهلك من العطش، فنزل الرجل إلى البئر وملأ خفه ماء ثم سقى الكلب فأنقذ هذا الكلب فشكر الله له. والصحابة كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يعني سألوه عن سقي هذه الكائنات، ألنا في ذلك عطش؟ قال في كل كبد رطبة، أي حية، في كل كبد رطبة أجر. فإذا كان في سقي الكلب أجر، أفلا يكون في يعني نجدة المسلم وفي نجدة المظلوم والمستضعف والمهضوم والمحتاج، ألا يكون في ذلك أجر عند الله عز وجل؟ لا ينبغي أن تغيب صورة إخوان، نحن نريد أن نفرح ونسعد في هذه المناسبات، ولكن ذلك لا ينبغي أن يكون بحيث ننسى هؤلاء، ننساهم عمليا ونظريا، ننساهم عمليا بأن نقدم لهم ما نستطيع من المساعدات، وننساهم نظريا بأن ننساهم دعائنا وننساهم نعم تذكرنا، وأن نسأل الله. نعم دكتور، الآن في هذا السياق بعض المسلمين حقيقة يزهد في يعني الابتهاج في العيد وفي أداء بعض شعائره المتعلقة بإضفاء جو البهجة والسرور على نفسه وبيته، وذلك تضامنا مع حال الأمة المسلمة وتضامنا مع أفراد المسلمين ممن يعيشون في هذا العالم. الآن هل هذه ما الوجهة الشرعية لهذا الرأي دكتور؟
يعني هو بعض الناس ربما تغلب مشاعرهم بعض يعني شيء من الحزن، فيجد أنه من التضارب والتناقض أن يحتفل هو بالعيد ويسعد ويفرح، نعم ولا تغادر ذاكرته صور هؤلاء اليتامى والفقراء والممزقين والمهجرين في مشرق ومغرب، فربما يجد ذلك من التناقض نفسه لا تتحمل، فهذا ربما نعذره، لكن لا ينبغي أن نقول إن هذا هو الهدي العام الذي يجب فرضه على الناس، بل الجمع بين الأمرين أفضل، أن نشعر بحال هؤلاء ونقدم لهم ما نستطيع من العون والمساعدة، وفي نفس الوقت أن نحتفل كما كان يحتفل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العيد. فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعد غزوة أحد مثلا وقال أنا لن أحتفل بالعيد حزنا على غزوة أحد، لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يعني احتفل بالعيد في كلما جاء العيد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني له هديه في الصلاة بالناس وفي يعني إدخال السرور على من حوله صلى الله عليه وسلم. فيعني ربما نعذر بعض الناس بما يغلب مشاعرهم في هذه المناسبات، لكن لا نظن أو لا ينبغي أن يعني أن نفرض ذلك على كل الناس، بل يجب إحياء العيد تلك المناسبة الجليلة. أريد أن أسألك عن البعد الاجتماعي في شعيرة العيد دكتور، يعني أي ملمح اجتماعي يمكن أن يلحظ من هذه الشعيرة في حياة الأمة الإسلامية؟ يعني العيد يعني الاحتفالات العامة دائما عند كل البشر يعني دائما تذكرهم بالآخر بشكل عام لأنه شريك في الاحتفال، يعني الأعياد والاحتفالات دائما مجمعة للناس. عندنا هذا العيد عيدنا عيد الفطر وكذلك عيد الأضحى، السنة فيه تكثير الجمع، نحن نرى الجمعة فيها هذه الصورة من الاجتماع، لكن العيد يبدو أكثر وأضخم، المسنون أن يخرج الناس إلى ظاهر البلد ويتجمعوا بأكبر عدد من الناس، فالإنسان يرى ويبصر تجمع المسلمين فيرى أنه ليس وحده الذي يمارس هذا الدين، ليس وحده الذي يوحد الله تحت السماء أو تحت في داخل هذه المدينة، بل هناك غير، فكرة أن هناك غيراً، أن هناك آخرين، فكرة يؤكد عليها الإسلام، والآخرون هؤلاء ليسوا في علاقتهم بك على درجة واحدة، بل منهم القريب ومنهم البعيد، منهم ذو الرحم ومنهم الصهر، فهؤلاء ينبغي أن تقدر علاقتنا بهم على قدر الوثاقة التي تربطنا بهم، لا أعني بذلك أن يفضل الإنسان يعني ذوي قرباه على غيره وإن كانوا مثلا يعني غير ملتزمين بآداب الإسلام، لا أعني هذا، ولكن العيد مناسبة لتذكر كل أحبابنا وكل أقاربنا. يعني ورد أن يعني أن بعض التابعين رأى أبا أمامة الباهلي وهو من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لقي واحدا قال له تقبل الله منا ومنكم، فهذه الكلمة التي تقال لكل مسلم إذا قيلت للقريب فإن وقعها يكون مختلفا، إذا قلت لعمي أو خالي أو أمي أو أخي أو أختي أو زوجتي أو أولادي تقبل الله منا ومنكم، فإن وقعها في آذانهم يكون أقوى من وقعها في آذان الآخرين، لماذا؟ لأنها تشعر بأننا يعني نحاول أن نقوي الصلة عملياً، هناك صلة دم، هناك صلة قرابة، ولكن هذه الصلة ينبغي أن تتأكد بالفعل والعمل. صلة القرابة هي صلة يعني الله خلقنا هكذا ولنا علاقة يعني صلة رحم بالأخ والأخت والعم والعامة وغير ذلك، لكن هذا لا يكفي، هذا هو الطبيعي الذي لن تكافأ عليه ولن تأخذ عليه أجراً، هناك شيء آخر والممارسة الاجتماعية للصلة بالآخرين، أولى من يجب وصلهم في العيد هم الأقربون، فالأقربون ذو الرحم والأقارب وكذلك الأقربون في الدار من الجيران ومن أصحاب العمل ومن أصدقاء الشارع ومن أصدقاء الحي، هؤلاء ينبغي وصلهم، لأن المعاني الاجتماعية في الإسلام واضحة جدا في العيدين، واضحة من ناحية أنه يشرع جمع الناس، حتى الحديث الذي ذكرته قبل قليل
حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق والحيض ليشهدن، حتى لو كانت المرأة معذورة لا تصلي، تخرج لتشارك الناس في هذه المناسبة. فالإسلام يريد أن يحتشد الناس لهذا الاجتماع الكبير الذي يمثل صورة مبهرة أو صورة باهرة في عين المسلم، حيث يعتز بدينه وبشعائر هذا الدين. بعد قليل سأسألك عن مقاصد العيد وغايته، مقاصد الشارع من هذه الشعيرة وغايته، لكن أريد الآن أن نتحدث معك. لا ينبغي أن نغفل جانبا مهما في المجتمع الإسلامي، وهو جانب الأطفال. في هذه المناسبة كيف يمكن الإفادة منها تربويا، وهي مناسبة موسمية تأتي مرتان أو تأتي مرتين في السنة، كيف يمكن الإفادة من هذه المناسبة في مسائل تربوية متعلقة بالأطفال دكتور، ترسيخ جوانب تربوية معينة؟ نعم، هو الحقيقة أن اصطحاب الأطفال في مناسبات الإسلام عموما، لأن اصطحابهم إلى الصلاة، تعودهم على الصيام، كل هذه ترسخ في نفوسهم. مرحلة الطفولة مرحلة خطيرة جدا، يعني الإنسان ربما يهتدي على كبر، يعني مثلا يمر بتعرجات وكذا في شبابه، ثم ربما تجده على كبر يستعيد ذاكرة الصغار، ذاكرة الطفولة عنده. فهذه الأشياء الراسخة في نفسه يعني لا تضيع ابدا، بمعنى ان يعني ان اقول لكل والدين، لا تستهينوا ب يعني تشجيع اولادكم على الصلاه والصيام وهم صغار، لا تستهينوا باصطحابهم الى العيد وبالباسهم الملابس الجديده واشعارهم بان هذا امر امر الله عز وجل به. لماذا؟ لان هذا يرسخ صلتهم بالاسلام، صله المشاعر، صله القلوب، صلة العواطف. ثم بعد ذلك حينما يعلمون أحكام الإسلام تكون هناك صلة العقول كذلك، صلة العقول. فأولا نرسخ في نفوسهم هذا الارتباط بالدين نفسه، ثم نذكرهم بأننا لسنا وحدنا في هذا الحي ولا في هذه المدينة الذين نلتزم بهذا الدين، بل لنا إخوان آخرون يشاركون نفس المعتقد ونفس الرأي ونفس التوجه، فيشعروا بأخوته الإنسانية لإخوانه هؤلاء الذين يشاركونه في الصلاة. ثم حينما نضع في يده شيئا من المال نقول أعطه لهذا الفقير، لأننا اليوم نحن نحتفل وهو يحتاج إلى أن يحتفل مثلنا، فنشعره بالآخر الذي أيضا هو إنسان، وفوق ذلك إنسان مسلم كذلك، نشعره لأن هذا الإنسان يعني يحتاج إلى أن يفرح مثلنا. أيضا نقول له انظر هذا الثوب الجديد، من رزقك به؟ ليس والدك هو الذي رزقك به، ولكن الله رزقك ورزق والدك به، فيتذكر نعمة الله عز وجل عليه. يذكره بأن لبس الجديد له دعاء يقال. فهكذا أعمال كثيرة يمكن مراكمتها في نفس الصغير يوم العيد، حتى يعني يتعمق وجود الإسلام والشعور بالأمة في قلب الصغار وينشأ على هذا. هذه عن المسائل التربوية، لكن بعد الفاصل نريد أن نسألك عن المقاصد والغايات، لكن في الحديث بقية تأتيكم بعد وقفة أخيرة مشاهدينا الفاضلين. أهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقتنا هذه، والحديث دائما في هذه الحلقة مع الدكتور نبيل الفولي أستاذ العقيدة والفلسفة. نجدد ترحيبا بكم دكتور. بالنسبة للعيد، يعني هو حقيقة منحة ربانية للمسلمين، لكن لا شك أن هذه المنحة وراءها مقاصد، وراءها غايات، وراءها أهداف، لأن الله سبحانه وتعالى شارع حكيم. لو تحدثنا عن أبرز هذه المقاصد والغايات في النفس المسلمة، ومن ثم في الدائرة الأوسع في المجتمع المسلم. نعم، يعني نستطيع أن نقول، يعني سبق الإشارة إلى بعض الأشياء وأضيف أشياء أخرى. يعني من الأشياء السابقة من مقاصد العيد مثلا الاحتفال بهذه المناسبات الكبرى،
وكذلك يعني التأكيد على أن الإسلام ليس دينا متزمتا منغلقا، واللقاء الاجتماعي الذي يجمع الناس. لكن هناك بعد مهم جدا في العيد، وهو أن العيد عمل كبير ليس عملا صغيرا. يعني الاجتماع للجمعة عمل كبير، وهي عند كثير من العلماء أفضل من العيد بالمناسبة. يوم الجمعة أفضل من يوم العيد العادي إلا إذا اجتمع الجمعة والعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. فقال كثير من العلماء إن يوم الجمعة أفضل من يوم العيد، لكن يوم العيد تجمع أكبر. فاستمرارية الوجود الاجتماعي للإسلام تتحقق من خلال هذه التجمعات، بمعنى أن الصورة الاجتماعية للإسلام حينما يعني يرى الناس يسمعوا حين يسمع الناس الأذان ويرون الجماعات ويرون الجمعة والعيدات والأعياد، هذا كله يرسخ الاستمرارية الاجتماعية للإسلام. ماذا ينشأ عن هذا؟ ينشأ في نفس المسلم شعور بأنه يعني في حركته الاجتماعية مرتبط بمجموعة من المبادئ الأساسية، يعني هذه العقيدة وهذه الشعائر وهذه الأعمال الإسلامية الراقية هي جزء من كيانه وجزء من شخصيته. يعني كما أن صيام رمضان جزء من شخصيتك أيها المسلم، فإن الاحتفال بالعيد جزء من شخصيتك، كما أن الصلاة جزء من شخصيتك، تذهب للصلاة الظهر، صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فكذلك صلاة العيد جزء من شخصيتك. نعم هناك تفاوت في المقادير، لكن هي جزء من شخصيتك. ليست شخصية المسلم يعني فقط مرتبطة بالأعمال الواجبة، بل حتى بالأعمال المسنونة. نحن نعلم أن الأذان يعني سنة، ولكن يعني هذا الأذان جزء من الشخصية الإسلامية. يعني هناك أعمال كثيرة تؤكد على هذا الارتباط. المهم أن العيد تنشأ نفس المسلم على الارتباط بهذه المناسبات، فتشعر بالتوازن. أولا التوازن بين الأعمال الجادة والأعمال الخفيفة السهلة، الأعمال التي فيها تكليف بأن تمتنع عن الحلال، وهناك أيام فيها تكليف بأن يجب عليك أن تأكل وتشرب في يوم العيد، يجب عليك. فتعلم أن الله عز وجل لم يعنتك، لم يرد أن يصعب عليك الحياة والأمور، إنما أراد أن يربي قلبك ونفسك، أن يقول لك: هذا الذي أحله لك اليوم إنما خلقته لأجلك، فإذا منعته عنك إنما أردت أن أربيك على طاعة الله عز وجل. النفس التي تعيش على اللين والرفق وحده تكون نفسا لينة لا تتحمل ضربات الحياة ومشاقها. أما النفس التي اعتادت الصعوبة والسهولة، اعتادت أن تعيش الغنى والفقر، اعتادت أن تعيش الوفرة والقلة، هذه النفس الصابرة التي تستطيع أن تعيش الحياة. هذا يعني أشياء كثيرة تتعلق بضبط موازين النفس الإنسانية عن طريق الأعمال الإسلامية، أشياء كثيرة، لكن تحتاج إلى في غالب الأحيان تحتاج إلى كبير يوجه الصغار حتى لا يعني يتعبوا في اكتشاف المعاني. يعني يلفت الكبير يعني العالم يلفت نظر الأمي ونظر العامل ونظر غير المهتم بالعلوم الشرعية، والكبير يلفت نظر الشباب والصغار حتى يتنبهوا إلى قيمة هذه الأعمال. هي ضبط للموازين، ضبط. يعني هناك تقابلات بين أشياء كثيرة، مثلا هناك تقابلات بين الدنيا والآخرة، تقابلات بين الجسد والروح، تقابلات بين الإسلام وغير الإسلام. فضبط هذه الأشياء كلها بحيث يتخذ المسلم الموقع الصحيح نفسيا وعقليا إنما تتم من خلال جملة هذه الشعائر، ومنها أعمال العيد. من الناحية الاجتماعية أو ثمرة العيد من الناحية الاجتماعية واضحة، ولعل بعض الكلام أشار إليها من قبل، لكن إذا كان لنا أقارب نتذكرهم دائما فإن يوم العيد يؤكد على تذكرهم، وإن لم نكن نتذكرهم فإن العيد يذكرنا بهم. عيب أن تحتفل يعني بالعيد أنت وأبناؤك دون أن يعني تزيد فرحتهم باتصالهم بأبناء عمهم وبعمهم وبخالهم وأبناء خالهم وبأقاربهم وبجدتهم وجدهم وبالتواصل معهم قدر الإمكان وبزيارتهم إن لم يكن في ذلك يعني مانع من الموانع. فهذا كله يعني يؤثر به العيب في الناس اجتماعيا وفرديا.
تحدثت عن الكثير من المقاصد والغايات، لكن دكتور نبيل، هل على ما يتوقف تحقق هذه المقاصد؟ هل تتحقق هذه المقاصد بمجرد أداء المسلمين لهذه الشعيرة، أم على طريقة أدائهم لهذه الشعيرة، أم لا هذه ولا تلك، وإنما لابد من إطار إسلامي عام، حكم إسلامي يؤدي الغرض من هذا العيد انسجاما مع سائر مقاصد الشريعة؟ ولا شك أن وجود الإطار النظيف الذي يحيى فيه المسلم والذي يساعد على ترسيخ هذه المعاني في نفوس الناس وفي مجتمعهم، لكن غياب هذا الإطار لا يمنع من أن يعني نسعى ونجهد من أجل ترسيخ هذه المعاني في من حولنا. يجب على من يفهم أن يعلم من لا يفهم، من يعلم أن يعلم من لا يعلم. يجب أن تتعدى الفائدة التي يستنتجها الناس من خلال هناك من صام العيد، من صام رمضان 40 سنة و30 سنة و50 سنة، يعني إن كان فاقها عاقلا فإنه لا بد أن معاني كثيرة يعني استنتجها من هذه الممارسة. كثيرا ما يجلس الآباء من كبار السن إلى أبنائهم يعظونهم عظات تنفعهم في الحياة، فلماذا لا نعظ أبناءنا بثمرات عباداتنا الطويلة لله؟ لو نظرنا إلى رجل يصلي منذ 10 سنوات فقط، كم صلاة صلاها؟ ما بالك بمن صلى 20 سنة و30 سنة و40 سنة؟ فإذا كنت يا أخي الكريم تستخلص ثمرات التجارة وثمرات المعاملة مع الناس محسنهم ومسيئهم وتهديها لأبنائك، فبالأولى أن تستخرج ثمرات صلواتك وزكواتك وأعمالك الصالحة لكي تهديها إلى أبنائك وإلى ذريتك، فهي الأولى بأن تهدى إليهم، لأن النصائح الدنيوية إنما تنفعهم في تجارتهم وفيما يعني يتعلق بأبدانهم، ونحن نريد هذا، لا نرفض هذه الخبرة، وإنما نريد أن نضيف إليها شيء آخر مهما ينقذ نفس الإنسان من النار، هو أن تهدي إلى غيرك ثمرات هذه الأعمال، ثمرات العيد وثمرات الصلوات والزكوات التي تقوم بها. فأنا أقصد بذلك يعني أن يقوم الموجهون بدورهم. كذلك ينبغي أن يترسخ في نفس المسلم أن هذا الدين ليس مجرد يعني أعمال ظاهرة، يعني الله عز وجل وصف المنافقين بأنهم كأنهم خشب مسندة، يعني لا روح لهم في طاعتهم وعبادتهم لله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ليس معنى ذلك أن نترك الظاهر من الأعمال، ولكن معناه أنه لا بد من حياة القلوب في أداء الأعمال، لا بد، هذه مسألة فاصلة، لا بد من أن تحضر القلوب وتحيا في أثناء أداء هذه الأعمال حتى يعني تنتج ثمراتها، حتى تخرج ثمراتها طيبة خالصة للمسلم. فنحن يعني في هذا الدين نحن نعيش في عالم كامل من المعاني والأحكام التي تعالج أمور الباطن وتعالج أمور الظاهر، فإذا جمعنا بين هذا وذاك كانت الممارسة المثلى والعمل الأمثل بهذا الدين. نعم، يعني وصلنا إلى ختام هذه الحلقة دكتور نبيل فولي، كل عام وأنت بخير، والسادة المشاهدين وجميع المسلمين أشكرك دكتور نبيل فولي أستاذ العقيدة والفلسفة، والشكر موصول للسادة المشاهدين في حراسة الله تعالى وتوفيقه.